مرة في تاريخه يتمكن مركز الأطراف الصناعية في مدينة الصدر الطبية توفير أطراف ذكية للمعاقين. التجربة نجحت مع شاب تعرض لحادث سير عام 1997 تم على إثرها بتر ذراعه. ياسر استطاع أن ينجح في اختبارات التأقلم مع ذراعه الآلي. على بركة الله وبجهود الكوادر الطبية والتقنية في مركز الأطراف الصناعية في محافظة النجف الأشرف، تم ولأول مرة صناعة طرف ذكي لمريض يعاني من بتر الطرف العلوي الأيمن. المريض شاب من سكنة محافظة النجف. جدير بالذكر أن هذا الطرف وبعض الثمن يوفر مجانا في مركزنا الذي يوفر خدمات عالية واسعة، يعني واسعة لشريحة واسعة من المواطنين في محافظات الفرات الأوسط والجنوب. سنة 1997 تعرضت لحادث سيارة، وبسنة 2000 توجهت مركز الأطراف الصناعية في بغداد، قدرت أحصل على طرف ثابت جامد. ومن 2000 تحولت إلى 2007 مركز الأطراف الصناعية في محافظة النجف الأشرف، وظلت أراجع لعدة مرات، والحمد لله أشكر سنة 2022 بقدرة الله عز وجل قدرت أحصل على طرف ذكي متحرك، وقدرت أمارس حياتي الطبيعية بشكل يومي كأنما عندي إيد ثانية، يعني وقع أمارس حياتي الطبيعية. تقنية المايو إلكتريك هاند تقنية ألمانية تعتمد على حركة العضلات لكي ترسل إشارات كهربائية إلى مجسات إلكترونية تبرمج بعدها إلى حركات الكف في الانبساط والانقباض، وهذا ما يجعل الطرف الذكي يتعامل بشكل اعتيادي مع العضلات. طبعا هاي التقنية اللي استعملناها هي تقنية المايو إلكتريك هاند اللي تعتمد على استقبال الإشارة الكهربائية العضلية اللي تجي من عضلة المبتور. هاي الإشارة تكون جدا ضئيلة تقاس بالملي فولت، لذلك تحتاج إلى حساس يسمى الإلكترود اللي يستقبل هاي الإشارة ويحولها إلى إشارة مقروءة إلى الذراع، وعن طريقها يقدر يحرك المريض هاي الإشارة. لذلك هنا راح يكون أكثر الجهد مسلط على المريض، إنه المريض راح يكون هل هو مؤهل إنه يساعدك تكمل له طرف أو لا. اجى الاخ ياسر لهنا على مود طرف صناعي ذكي، دخلناه عده دورات لتدريب على عضلات البتر مالته، من ثم تم نجاح العمليه، اخذنا له قالب وبعدين هم سوينا له تيست اولي هم استجاب وبعدين كملنا له الطرف. تتجاوز سعر الواحدة منها أكثر من 10,000 دولار، مما يصعب على كثير من المعاقين الحصول عليها. في مركز الأطراف الصناعية يتم توفيرها بشكل مجاني. أحمد الحسين، قناة الرشيد، النجف.